انا فيك بكت وشكت وسيادتك ما سمعتيش، في الحزن يا دنيا ملازمة حياتي وفرحي ما بيتعديش، في الحزن يا دنيا ملازمة حياتي وفرحي ما بيتعديش، حزنك يا دنيا ده جنبي لا تحرم ده انا نفسي اعيش. انت طبيني ارقص معاك انكشري اضحك يا بكرة انا نفسي اطمن بقى وحياتي، وانت طبيني ارقص لها انكشري اضحك لها، وان زعلت خاف مننا اللي فات مننا هتغير افضل برضه انا نفس النية، انا مهما اشوف عذاب وجراح واشوف اسية، انا مش هتغير افضل برضه انا نفس النية، مش همشي غلط لو كل الدنيا هتغلط فيا، وانت فيني وارقص لها انت الشعري اضحك لها، الزعل اللي يخلي وشي حلو كده يتقلب. ازيك يا فراج بيه؟ لا لا ده انت كده زعلانه بجد. معلش يا بيه، ليك حظ بقى تشوف سحنتي وهي مقلوبه كده. لو جايز انت اللي ليك حظ ان انا اجي دلوقتي عشان تحكي لي وافك عنك. عادي يا بيه، الدنيا معوجه علينا، ما تشغلش بالك انت. طب اذا كنت انا بالي مشغول من الاول، انت عارفه ان انا اول مره اشوفك على المرض، كل مره بشوفك وانت على المسرح بترقصي. وايه رايك؟ امر بس من قريب احلى. طب بالاذن بقى استني بس. يا فين حسن؟ يا عم ايدك جنبك يا عم، في ايه؟ خير يا معلم شاب؟ قالوا انك مستنزرني. وهي سحرتك تيجي من وراها الخير؟ ده بلا وحط علينا في المنطقة من يوم ما عرفناك. لا حول الله يا رب. ايه بس يا معلم شامي؟ هرش ملحيتي ليه؟ حوار وخلص واتأسفت لك. هات راسك ابوس بس يا يالا. يا عم عليا حلال يا يالا بس. ايه اللي دار بينك يالا وبين حسن؟ حسن؟ الست حسن؟
لازمته ايه بقى السؤال لمؤاخذه؟ هبقى فاهمك لازمه السؤال بعدين يا روح امك. ايه اللي قعدك مع حسني وكنت بتتكلم معاها في ايه؟ ماشي. الست حسني دي ست مجدع. يعني كنا قاعدين بنستمر مع بعض، شافت شاب جديد داخل عليها المطرح فقالت يعني توجب وترحب، يعني ده غايته. توجب وترحب؟ ايه يا كهن النسوان ده يالا؟ مش لازم بقى الكلام ده. انا عامل خاطر بس عشان صالح ابو جازي، وكفايه اللي حصل قبل كده ولا ايه يا معلم؟ اخلص ياه، حسني فين؟ يا معلم شامي بلاش شيطان يطلع، وبلاش تطلع جنانك علينا. هو انت لسه شفت جنان؟ ده انا هطلع جنانة على المنطقه كلها. يا عم عليا الحلال ما شفتها من بعد القعده اياه. سيبنا في حالنا يا عم. والنبي يا عم. شكرا يا عم على الشيء اللي ما شبناهوش. طب هي مالهاش قرايب معارف ممكن تبات عندهم؟ احنا كل قرايبها يا بيه. قرش بس حكايه اخواتها اللي عماله تنكش عليهم بمنكاش. بتدور عليهم بقالها زمان، نفسها تشوف. بس حكاية غريبة فعلا. طب بلغت البوليس؟ لا لسه. مساء الفل يا فرج بيه. اهلا. ازيك يا صالح؟ ايه الاخبار؟ الرجالة حصل لها حاجة ولا ايه؟ كله تمام، هو بس موضوع حسن. ايه موضوع حسن؟ ايه يا سوسك؟ انا اخر من يعلم ولا ايه؟ لا ما انا اصلي يعني ما حبيتش اقلقك من بدري. هي اصلها مختفية من الصبح. موبايلها مقفول وما بتردش. وايه المشكلة يعني؟ هتلاقيها في مشوار هنا ولا هنا وهتظهر. مش غريبة يعني. طب يا سوسك يلا روح غير انت عشان الشغل. حاضر حاضر. ايه الأخبار؟ طمني، الدنيا فيها ايه؟ كله تمام. بس بقول لك ايه؟ أنت عجبتني. والحركة اللي أنت عملتها صايعة أوي. آخر بقى. امسك. ما تخلي. خلي ايه؟ بس خد بالك نصيحة أخ، لازم تغير شوية. مش كل مرة هتعدي. لا تعدي ما تقلقش. كل فرح وليه نبرته. طب لو في فرح بره مصر يقولك؟ بره مصر ازاي يعني؟ حد مهم عاوزين نسافروا بره. ايه المشكلة؟ ما احنا على طول بنسافر بره، احنا عمرنا سافرنا جوه. المرة دي بقى هتسافروا معاك. هتستلموا هنا وهناك هتسلموا يد بيد. ايه؟ انا هخطف عيل صغير. بدماغك ما تروحش اللي في ايده وكده. هو شاب له حكاية غريبة كده. أول ما نتفق هشرحها لك. طيب مش ضروري دلوقتي. لا. ايه؟ ايه اللي قالك؟ انت مش لسه قايل لي دلوقتي ان كل فرح وليه نمرته؟ ايه مشكلتك؟ لا مفيش مشكلة. وانا قلت لك قبل كده عايز سفر الجن هتجنن. عمل لنا شوية قلق وسفرنا. عايز ترجعه؟ بقول لك وحشتنا عدت الحلوة ورجعنا. ماشي. كده نبقى متفقين. هتمزعي ايدك الحلوة كده. ملوش فايدة اللي انت بتفكري فيه ده. اهدي كده عشان الموضوع يعدي يا مواهب. أبوس إيدك فكني. أقوم زهقت مننا؟ وحد قرب لك ولا جه جنبك؟ أنت عايز مني إيه؟ بص أنا عندي فلوس كتير قوي. خرجني من هنا وأنا هدي لك اللي أنت عايزه. عايزك تاكلي. خلي وركزي، ده لو عايزه تخرجي من هنا سليمه. طبعا عامة لما تجوع عروسك بنده عليا. يا كعربة تقرصك في بطنك. يا واطي. يا اخويا بالهنا والشفا. قولي بقى يا صالح. قولي قولي قولي. طبيخي ولا مين؟ طفحين اللقمه بقى. يقطعني والنبي يا اخويا. ما كان قصدي، ما هو اصله طبع. تعرف يا صالح، انا لو اشوفك ماشي جنبها في الشارع احس ان جدتي كده بتقيد فيها النار. ابقى عايزه اخطفك واقول ده جوزي انا، حبيبي انا. ضل يقولوا كده لحد ما تعمليه وما تليش روحك في الاخر. ما تخافش يا اخويا، ما تخافش، مش هعملها. عارف مش هعملها ليه؟ عشان بحبك وبخاف على زعلك. طب كل. مش عايز. بقولك ايه يا صالح؟ نعم. ما تيجي نتجوز؟ ما تيجي نتجوز؟ دي غنوة جديدة مش كده؟ مش فاهمة. طب انت فاهمة الناس بتتجوز ليه؟ ليه؟ عشان تجيبي عيال تشيل اساميهم. ولما العيال دي تكبر. ايوه. تشيل اهاليهم. انا بقى لا عايز دي ولا عايز دي. امال يا اخويا اتجوزت ليه؟ عشان ما بتاكلش عليك وانا ما بصالحها. يقطعني يقطعني.
خلاص بقى، ده انا ما صدقت ان انت صالح تاني. صالحني بقى، صالحني خلاص. طب خلاص. لا خلاص صالحني. خلاص بقى. مش من قلبك. خلاص يا بت. من قلبك؟ ايوه. قوم يلا جهز عشان ننزل على الشغل ونشوف بقى حسن دي اخرتها ايه كمان. يا لهوي، ده انا قلبي متوغوش عليها قوي. حاجه غريبه فعلا. طب بقول لك ايه يا صالح؟ ما نسوق الليله على الكباري لغايه ما تظهر. ما ينفعش، دي ناس حاجزه من بدري. الدنيا لازم تمشي زي ما هي كانها موجوده بالظبط لحد ما نشوف هنعمل ايه. يلا قومي بقى. يلا قومي. يا طيب ما تزعقش كده يا اختي. اكلها احلى على فكره. خلاص خلاص يا بنت، خلاص بهرج. مجنونه. يا حسن، ايه يا حسن؟ حسن بخير، ما تقلقش. انت مين وفين حسن؟ مضيفينها كده يومين عندنا، معززه مكرمه، بس مش على طول. يعني ايه؟ انتوا عايزين منها ايه؟ انا عايز منك انت تجهز 100,000 جنيه وتجيبهم في شنطه كده على ذوقك وتيجي لوحدك. ده لو بايع على ست الحسن، انما لو قلت دماغك هقلب وش عليها، وانت فاهم. طب انا عايز استعصيها. حقك. كلمني شامي. يا حسن ما تقلقيش، ما تقلقيش. عملت فيك حاجه؟ لا انا حلوه، انا حلوه والنبي يا اخويا انا حلوه. طيب انا هاجي وهجيب لك الفلوس، هجيب لهم الفلوس، مش عايزك تلاقيها خالص. شامي شامي حبيبه حبيبه يا بنتي، مصممة برضه تعملي اللي في دماغك؟ صالح هو اللي عمل اللي في دماغه يا عمي، وأنا بنفذ أوامره. بس ما ينفعش، ما ينفعش تخرجي في انصاص الليالي بشنطة هدومك وجوزك مش موجود. أنا عمري ما كنت أفكر في حاجة زي كده، بس صالح بقى هو اللي فكر وقرر كمان. معلش يا بنتي، اهدي بالله شوية، وأنا أتكلم معاه وأتفاهم معاه، وإن شاء الله هنوصل للحل، بس ما تسيبيش البيت. انا لو قعدت يا عمي ابقى موافق ان انا انزل اللي في بطني. انت يرضيك ان انا اعمل كده؟ والنبي يا عمي تسيبني امشي. يا بنتي اسمعي بس حبيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا عمي؟ مالك يا عمي؟ الحق يا رضا، يا رضا الحقني، الحق يا رضا. مالك يا عمي؟ مالك يا عمي؟ يابا صالح بس بيردش. طب وبعدين يا جماعه؟ ده احنا لازم ندفع 5,000 جنيه تحت الحساب، لان هنضطر نوديه مستشفى تاني. طب ما تجرب تكلمه تاني كده يا شيكا. انا قلت لك هنزل اسحب من اي مكان وهرجع على طول. بس حلو، انا موجود برضك يا ست البنات. انت عايز صالح يقل مني؟ مش وقته الكلام ده يا شيكا والنبي. باذن الله الموضوع ماضي، انا اتصرفت خلاص وجبت فلوس. الله يكرمك يا اخويا. ما كانش لازم يعني يا شيكا اللي انت عملته ده. وبعدين كفايه تعبك ومجيئتك لحد هنا. ازاي بس؟ ده انا ابويا برضك يا ست هدى، هي بس الضروره حكمت يعني، وان شاء الله الموضوع بسيط. بعد اذنكم راح اتصرف. اتفضل. كتر خير والله. عشر دقايق عندكم. لما اشوف حسن الاول شويه زكاوه. حسن في العربيه، تجيب الفلوس وتاخدها وتتكل. خلص خد. تمجين ولا نعد وراك؟
معلش انت عارف ولاد الحلال ما خلوش ولاد الحرام حاجه. خلصت؟ نزل حسني بقى على طول كده عشان ما تاخد واجبك، انت لسه جاي من السفر حتى يا اخي. يلا أنا مش عايزك تزعلني. كانت ساعة شيطان ومش عارف أنا قلت كده إزاي. ولا أنت قلت حاجة ولا أنا كمان سمعت. انسى بقى. أنسى إزاي؟ ده أنا شيلتك كل حاجة وعملت فيها أنا ملاك بجناحي. كنت بكلمك وكأن بكلم روحي. بصراحة خفت فجأة. شفت فيك صالح لما يكبر. خفت يطلع زيك. بس انت بقى لقيت حد يقول لك يابا وينور لك لمبه الخاطر. انا مش هلاقي. ابوس ايدك. كفايه كلام بقى لحد كده. وعهد قدام ربنا. وشبكه العشر الكرام دول. اني خلاص لا عدت اقعد القعده دي تاني ولا اروح المطارح دي تاني. انا يا عم ما عنديش استعداد اخسرك انت واخوك. ماليش حد الا انتوا في الدنيا والله. يعني خلاص توبه نصوحه. نصوحه ورحمه امك الغاليه توبه نصوحه. وانا ورحمه امي ما ازعلك تاني. وحتى ان زعلتني على قلبي زي السكر وزي العسل. وانا طول ابن حبيبي يزعلني عشان مصلحتي. ربنا يسترك يا ابني ويستر لك طريقك يا حبيبي. تعبناك معانا يا شتا. تعبك راح ست البنات. انا اسمي هدى على فكره. انا عارفه. امال ايه ست البنات دي؟ يعني عشان انا راجل غريب والمقامات محفوظه. غريب ايه يا شتا؟ ده انت عملت اكتر من الاهل بيعملوه. ولا عايزني بقى واقفه محرجه؟ لا ولا حرج ولا حاجه. طب انا كنت هجيب الناس حاجه اشربها. تشرب ايه؟ لا خليك انت اجيب لك اللي انت عايزاه كله. وخليني بقى اعمل معاك واجب زي ما عملت معانا واجب. ولا انا ما ينفعش؟ لما امسك الغريب ده يبقى احلى واجب حصل لي. ماشي تشرب ايه بقى؟ اي حاجه من ايدك. شوفي عمك محمد. تسلم يا شتا. عيب يا ابو جزا انت سايب وراك رجاله، اهم حاجه بس عم محمد يوم بالسلامه. الدكتور طمني، بيقول لي 3 4 ايام هيخرج ان شاء الله. باذن الله خير. انت عارف يا شتا لما شفت ابويا تعبان نايم على السرير افتكرت امي الله يرحمها. قلت هيروح مننا هو كمان. ايه يا عم الجو الغامق ده؟ وعهد الله هيقوم يبقى زي الفل وهيتنطط كمان. يا رب. قول لي بقى الخزنه منين؟ لا خزنه ايه الحوار خلص يابا خلاص. خلص ايه؟ هو انت لقيت اكل؟ لا بس كان في ناس معاها فلوس زياده وخايفين يعني مكسوفين يساعدوا. وانت عملت ايه؟ شجعتهم يعني؟ ايه؟ دخلت بيتك تقلبت الناس؟ يا عم اعمل ايه؟ ما هي مستشفى جشع بنت كلب. تقلب الناس عشان تعالج ابويا؟ هو مش ابوك غلبان برضك؟ كنت اسيبه؟ انت بتفكر ازاي يا واد؟ نساعد اللي منا ونرجع لهم فلوسهم بعد كده، احنا مش حرامية. مش حرامية؟ والراجل اللي ما يدخلش الواد ده يموت، نشيل احنا ذنبه صح؟ على فكره انا قلبي طيب وحنين، مش هيهون عليا. هما اتصرفوا خلاص وطلعوه. اسمه عبد السلام وهدان باين في اسم حروفه. اسم الحروف؟ الله يحرقك. الله يبارك لك. انا مجنون. طب ايه اللي حصل ده حلو يعني ولا ايه؟ ابو جزا الف سلام عليك يا وحش. تعيشتك الغيرة. ما تحاسب يا اخي. ما انت اللي غلطان، ما كانش ينفع تروح لوحدك، كان لازم نيجي معاك، بعدين حسني دي تخصنا كلنا. ما بطل سياح يا عم انت. سياح؟ طب يا عامله ايه دلوقتي؟ يا مينتي يا ساره. رجليه. اقول لك حاجه، وده اخوك ده بطل، والله العظيم بطل، بعد العلقه دي جاي سايق طول الطريق. بطل. البلد خلاص ما بقاش فيها امان. واحد راح يستلم البضاعه بتاعته يضربوه بالمنظر ده؟ بضاعه؟
البضاعه. بعدين انت مالك انت؟ هتقعدي بقى تلتي معاه؟ صالح ابن عمي وحبيبي اخويا الكبير وجاي يزورني، مالك انت؟ يا ابني انت تهبد ربنا اصلا انها جت على 20,000 جنيه ما خدوش منك بالعربيه. 20,000 جنيه؟ اه 20,000 جنيه صح. طب بقول لك ايه؟ العيال دي شكلها ايه؟ العيال دي شكلها ايه؟ صيحه. بس ورحمه امي. ورحمه امي وانت عرفت؟ طبعا عارف. ورحمه امي لما هقوم لهم هديهم بالكسر. عارف. فين انت يا هدى؟ بقول لك ايه؟ دي رقم العيال اللي بيكلموك منه. انت عايزها ليه؟ بعدين انتوا كانوا بيكلموني تليفون حصن. يا عم مالكش فيه، انت مش عملت اللي عليك، سيبني اعمل اللي عليا. لا بص انا مش عايزك تقلق عليا خالص، انا بقول لله اول ما اقوم اخف هكسره. خلي بالك شايف ابو جازي هيكسره، وانت عارف كده كويس. لا ما انا مش قلقان عليك، ما انت فاكر اني جاي اطمن عليك؟ ده انت ما سالتش على ابويا مره لما كان مرمي في المستشفى، انا جاي اطمن على البنت الغلبانه دي. بقول لك ايه؟ هم طلبوا منك ايه؟ سمعتني؟ طلبوا منك ايه؟ 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ تاني؟ ما طبعا شايفينك هتية، بس لو يعرفوا ان انت ابن خالد صلاح ابو جازية ما كانتش عامله معاك كده. ابن عمك، ابن عمك، انا مش ابن خالتك، انا ابن عمك. يا عم مش فارقه كتير. بقول لك ايه، لما بتعبوا موبايلك صح؟ اه. نام انت بقى ومالكش دعوه. نام. شتا؟ ازيك يا ست هدى؟ ازيك يا شتا، عامل ايه؟ اتفضل. انا كنت جاي لصالح بس يعني شكله هيعوق شويه. هو قاعد مع شيمي من ساعة الموضوع اللي حصل. معلش ربنا يطمنكم عليه، يعني ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة. ولاد الحلال كتير والله. ده كفاية وقفتك معانا امبارح في المستشفى. لا ما تقوليش كده، يعني ده واجب. وبعدين في ناس يعني الواحد مش يخدمهم، بس ده يرمي روحه في النار لو طلب. يا سلام، زي مين بقى؟ زي ست حسن كده مثلا، يعني تستاهل والله اللي شامي عامله عشانها، اتضرب واتبهدل ودفع من جيبه 100,000 جنيه ويعني. نعم شامي دفع من جيبه 100,000 جنيه عشان حسن؟ هو انا عكيتها ولا حاجه؟ ممكن تحكي لي ايه اللي حصل؟ طب بصي في سندوتشين كبده بس. سندوتشين ايه لو سمحت؟ احكي لي ايه اللي حصل؟ ماشي يا زريت انا جاي. ثواني بس عندي. متتعبش نفسك يا عمي، انت لسه قايم من عيها، وسيبها للايام بقى تحلها. لا تتحل لوحدها، ولازم حد فيكم يفوت للتاني يا بنتي. انا ياما فوتت يا عم، صالح هو اللي المفروض يتنزل المره دي. يا الا بقى نعمل زي ما قالوا، كل واحد فينا يروح لحاله. لا لا الكلام ده ما ينفعش يا بنتي، ما صحش الكلام ده يتقال له، هو ما يتقاليش انا. صالح قفل كل باب في وشنا. طب لنفرض ان انت خلفتي وسبتي جوزك، هتعيش ازاي بس اليومين دول؟ هتصرفي منين؟ هتستندي على مين بعد جوزك يا بنتي؟ والنبي بتصعبها عليا يا عم اكتر ما هي صعبه. بص يا بنتي، احنا ما بنعيش غير مره واحده، فليه نقرف بعض بقى؟ ما نعيشها حلو مع بعض بالصلاه على حضره سيدنا النبي. يعني اعمل ايه يعني؟ اقول له حاضر؟ احط التين على راسي واقول له تحت امرك يا سيدي؟ لا يا عمي بكفايه بقى. وبعدين لا انا اول ولا اخر ست يعني هتعيش من بعد جوزها. ربك يهدي الحال. بقول لك ايه؟ المستشفى دول ما بيجيبوش شاي بعد الاكل. هكلمهم يا حبيبي. لا بس عيال الواد حرام يخبطوا 100,000 اهيه في خبطه واحده. ما طبعا لقوها فقاموا يشتغلوه. ما ماشي بس المعقول متقال انه صاحبه، انما ياخده تاني؟ لا يا صاصا ولا اولاني وحياتك، بس هم يردوا ولاد الجزم عليا. قصدك ايه؟ شامي بيحور؟ لا طبعا شامي اتعامل معاه الصح، بس الفلوس دي لازم ترجع، عشان لو خدوا حاجه تانيه على اللي خدوه هيقعدوا يشتغلوا فينا وهيحلبوا فينا لحد ما نخلص. طب ما كان قالوا من الاول الواد الحرام، بدل ما الوليه مرميه على الدهر. عمره ما يجي مع الدهر، لازم يعرفوا ميتك الاول، عشان لو ضربوا في العادي هيسخنوا بتزق عليهم الحكومة. خد اخويا البس ورينا جمالك. ايه دول يا اسطى؟ هيكون ايه يعني؟ كفن هدوم جبالك صالح. هدوم جبالي صالح؟ والله كده كتير يا صاحبي. والله انا قلت له كده. يعني شحط وقاعد عوالي عليه. شوف الكلام. ورايح جايب لك لبس. على فكرة انا ممكن اهبشك، ممكن صالح بلانا بيه. ولا تعرف. انا اخش جوه هلقومك من جوه. افتح ضرسك من جوه واخش جوه. خلاص. يا ابني خلاص بقى. خلاص. يلا. يلا قوم. قوم اجهز يلا. ماشي. خلاص بقى، شاف البجوه اللي انت بنيتنا بيها يا عم؟ خلاص كام يوم هيمشي من هنا، استحمل بقى. قوم يا شيخك قط. عشان حسن. انا كنت عارف ان صالح المعفن ده هيقول لك ابن ما يمشي. مش صالح اللي قال لي ده، شتا صاحبه، يعني الغريب علينا عارف كل حاجه. ما بالك بقى بالمنطقه كلها. ماشي يا شتا يا غزمه، ماشي
دي مؤامره، مؤامره ضدي. وبعدين منطقه ايه ده؟ كلهم صيه، وحد يستجرى يجيب سيره شامي ابو جازيه؟ ده انا كنت حاطط لهم بقهم كده كده رايح جاي. هيجيبوا يا شامي، عارف هيقول عليك ايه؟ هيقولوا مصاحب حسن. ومالها حسن؟ مالها حسن؟ انا حر اصاحبها. انا فاهم انت مالك وتضيع عليها 100,000 جنيه. وانت مالك انت؟ ان شاء الله ضيع عليها 1,000,000 جنيه. انا ذكر ولا اللي بكسب ولا اللي بصرف؟ انت مالك؟ ده اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين انا مش خايف على نفسك، انا خايف عليا انا، خايف على سمعتي. سمعت مين يا اختي؟ وانت ابوك شغال في الامم المتحده، ده ابوك مسجون ومعفي. على الاقل ما زودهاش انت يا شام. لا هكملها، ولو حجمت هجيب حسني هنا وتديكي بالجسم على وشك. تدي مين بالجسم يا عاصم انت؟ تصدق ان انت تستاهل الرميه دي؟ ولا هعبرك ولا اخدمك، خليك مرمي كده زي الفل. من كل اللي كلكم كل رجلي. انا مش فاهم دلوقتي انت قلقانه ليه؟ قلت لك مشوار على السخان وراجع على طول. على السخان ولا مش على السخان؟ انا قلبي بياكلني عليك طول ما انت مش قدام عيني. انت بتخاف عليا يا بنت؟ طبعا بخاف عليك. انت عارفه يا بنت سوسكا، انت احن واحده في الدنيا دي عليا. صحيح يا صالح؟ صحيح انا احن واحده عليك؟ اه طبعا. يعني بجد بجد يا صالح انا احن عليك من حبيبه؟ يا دي النيل، احن من حبيبه. حبيبه كلمه ونص وقت، حنيتها ما بتكملش ابدا. زمان كنت واخد راحتي معاها، بتكلم واحكي واقول حلو ووحش، بتكلم لحد في مره قلت حاجه وزعلت مني، شلت في قلبها وطلعت كل الوحش اللي جواها من ناحيتي. اخس الست، الست لازم تبقى ستر وغطى على جوزها. سخنيني كمان، ما ردت بعديها ونسيت. بس انا بقى ما انساش، فضلت شايل جوه قلبي، حتى كلمه بقتش اتكلمها، بقيت عايش معاها كده وخلاص، لحد ما قابلتك انت يا بنت. فكرتني، فكرتني بالايام اللي شالت وحطت فيا لغايه ما قابلتك. يا لهوي، ده انا اتمرمطت مرمطه، سنين شقا وتعب، كنت حاسه ان السنين دي مش هتعدي خالص. جوازة معفنة ملهاش لازمة، لا حد بيسمع ولا بيحس. كان نفسي كده في عيلة أتسند عليها، عيلة زي عيلتك كده أتحمى في وسطهم. جربت، ما أنا عيلتك ودنيتك وكل اللي ليكي كمان. عيلتك مش اللي أنت اتولدت في وسطيها، عيلتك اللي أنت اخترتيهم بقلبك وحبيتيهم. يا لهو يا لهو يا لهو على الكلام. أنت دنيتي كلها يا صاحبي. وانت كمان حبيبتي يا بنت يا سوسكا. يا جلبه. لا تمام، خمسه وكن عندك. يلا سلام. اوعى حاجه تحصل لك، اوعى حاجه تاذيك، حد يخبطك كده كده. اوعى يا بنت، وانا طالع حارف في فلسطين؟ بقول لك مشوار على السخان. طب خلي بالك من نفسك. اهبدي بقى. اسمك يا ايه؟ فين؟ اخلص هات اشد مين؟ يلا انت حسن شتا.
فيها رصاصة كاموفلاج ايه كده وكده يعني حسابك ايه 3000 جنيه مش كانوا 2000 يا عم هي لوحديها قلب ب 2000 جنيه اديله 3 كتير معلش كده صصا يسود دماغك يا ضرب ماشي صصا ما تبصليش كده يا باشا انا مش نصاب انا كنت يا دوب باخد جزء من نصيبي حسن ما اتلمستش وفضلت قاعده معززه مكرمه وزي ما راحت زي ما رجعت مهما كانت دي كانت واحده ست وكانت جدعه وقريبه ليك انت ايه مالكش عزيز ولا ايه لا ليه يا باشا عشان لو ما كانش ليا عزيز ما كنتش زماني دلوقتي قاعد مع سعادتك مش كل ما اعمل حفله واعزم صحابتي كده اعمل لي القرف ده وبعدين بطل بقى شغل الجواسيس اللي زرعهم لي في كل حته انا مستعد ابطل الشغل ده بس انا لو بطلت هتبطل انت انا حره حره في ايه حره في الخمره والبودره والسهر كل يوم وتاني في اي حته شتى اذا ما كنتيش خايفه من معصيه ربنا وعذابه خاف على نفسك خاف على سمعتك على ابنك اللي رحت دبي 10 ايام ما فكرتيش تشوفيه ساعه واحده لو مش خايفه على كل ده خاف على سمعه العيله اللي انت شايله اسمها بطل بقى تعمل لي فيها حامي حمى الفضيله والاخلاق انت مش خايف عليا انت خايف على البيزنس بتاعك خايف على مصلحتك خايف لاقلاديشك اللي انت مساحه لجزامهم يقلبوا عليك عشان اختك بتسهر وبتسكر لو مستعر مني قوي كده انا عندي حل يناسبك غير اسمك وابقى شوف بقى هتغسل فلوسك فين ايه يا حبيبتي فهميني انا اخوك الكبير خايف عليكي وبعدين احنا ناس معروفين في البلد ما ينفعش سمعتنا تبقى البانة على لسان اللي يسوى واللي ما يسواش طز بصي احنا داخلين بيزنس مهم قوي وانا معتمد فيه عليكي انت بالذات يبقى ما ينفعش في التوقيت ده تعملي اللي انت بتعمليه ده اهدي شويه بصي اعملي كل اللي انت عايزاه بس مالها دعوه هقول لك سافري بيروت ولا تكونيش متخيله ان انا مش عارف انت كنت في بيروت مع مين وبتعمل ايه انت متاكد يا سيد من الكلام اللي انت بتقوله ده يعني هي بذات نفسها سهام على الطلاق هي هو انا هتوه برضه عن سهام رزق بس هي صاحبي لسه زي ما هي لا مؤاخذه بزهوتها وماله خليها بزهوتها لحد ما اروح اعكرها لها ايه ده بقى واركب العقل كده يا صاحبي انت لسه خارج من الكلابوش ولا وحشتك النوم على البرش والسجاير الفرد مخفية فين بنت الكلب دي اخلص بالهداوة طيب يا صاحبي ده انا قلبت لك الدنيا عشان اعطر لك فيها سير الحياة لازم الحمد لله على السلامة أبو صالح الله يسلمك الله يكرمك يا ابني ربنا يريح قلبك يا حبيبي رايح أنت نفسك بس حاضر لو عوزت حاجة أنا برضه حاضر يا ابني حاضر الله يكرمك Thank you.
طلع فين يا حبيبي؟ ماشي. يعني ماشي؟ انت شايف ان ده وقته؟ امال وقته امتى؟ لما ابويا يخف واشوف حل مع اخويا الغلبان ده، ولا انت ماشيه بكيفك؟ لا، ماشيه مع اللي يريحك واللي انت امرت بيه. وانا ما امرتش بحاجه، انا كل طلبته العيل اللي في بطنك ده ينزل. وانا قلت لك مش هينفع. يبقى انت اللي اخترتي بقى ماشيه بمزاجك. اخترت ايه يا حرام عليك؟ هو انا من امتى بختار اصلا ولا بفكر بدماغي؟ انا طول عمري تحت طوعه وكلامك بيمشي سيف على رقبتي. وش معنى المره دي؟ عشان ربنا ما هينفع. هو انت ليه مش حاسس بيا يا صالح؟ بدنا ابني انا وانت، ما يبقاش واحد راح وموت التاني بيتي. امال يبقى واحد راح وبعت التاني وراه؟ ليه بتقول كده؟ عشان ده اللي هيحصل. انت هتتدخل في مشيئه ربنا كمان؟ استغفر الله العظيم. مش حرام عليك ما تبقاش انت والدنيا عليا؟ والله انت اللي عامله كده في نفسك. اسمعي يا حبيبي، عايز تقعدي في البيت ده تسمعي كلامي وتبقي تحت طوعي، مش عايز هجيب اي خدامه تخدمهم والباب قدامك. كده يا صالح؟ ايوه كده يا حبيبي.